دنيا وتمنى أن يكون قارونا آخر. ابتعدوا، افسحوا الطريق أيها العبيد. يا ليتني قارون، يا ليتني فرعون. إن فرعون يملك نصف ذهب الأرض والنصف الآخر يملكه قارون، وموسى لا يملك شيئا. موسى لا يملك شيئا. لقد أعطتهم آلهتهم كل شيء، حتى نحن أعطتنا له. وجاء موسى ليخلصنا من آلهتهم فوقعنا في العبودية أكثر. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
ما أجمل وجهي حين يسود. ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب. من أغنى مني في هذا العالم؟ من الذي يملك ذهبا بهذه الكمية؟ يا لحظك السعيد يا قارون. وظل موسى يدعو الناس في كل وقت وفي كل حين، وكان يقول لهم إن قارون طاغٍ، وإن ذهبه سوف يسلسل به يوم القيامة، لأنه لا يعطي منه للفقراء، وسيحشر هو وفرعون في الدرك الأسفل من النار مع الجبابرة والطغاة. وكان منهم من يستمع، وكان منهم من لا يستمع له. سيدي قارون، إن الفقراء في مصر كثيرون ويحتاجون للمساعدة، ساعدهم يا مولاي حتى يبارك الله لك في مالك. ألا يأكلون ويشربون؟ ألا ينامون تحت أسقف بيوتهم التي تحميهم من البرد والمطر؟ إنهم يأكلون الفتات ولا يجدون ما يغطيهم في الشتاء. فليعملوا، لا بد أن يعملوا، لقد عملت أنا وكوزت ثروة، فليعملوا حتى يغتنموا. إنهم يعملون ليل نهار، ولكنك تعرف أن فرعون لا يعطيهم ما يكفيهم. وتريدني أنا أن أعطيهم؟ نعم، فلقد من الله عليك بالغنى. من الله علي؟ أتريد أن تقول لي إن الله هو من أعطاني كل هذا الذهب؟ هو من أغناني؟ إن الله يعطي كل شيء. أيها الرجل الخرف، إن الذهب ذهبي، وإنما أوتيته على علم عندي، ليس لله يد في هذا. استغفر الله، المال مال الله، ولله ميراث السماوات والأرض. ابتغي الدار الآخرة التي أعدها الله للمتقين، أعطي الفقراء من مالك حتى يديمه الله عليه، إن المال فتنة ولا يفتنك الشيطان به. أراك تتحدث بلسان موسى، هل آمنت به أنت الآخر؟ إن موسى ساحر ويجب أن يقتل، وإن تحدثت بمثل هذا الحديث مرة أخرى لأعاقبنك عقابا شديدا. اخرب عن وجهي، اخرب. موسى يدعو العبيد إلى الصبر والقوة حتى يأتي يوم الخلاص. لقد هزمني هو والسحرة أمامهم. السحرة نالوا جزاءهم، وبقي جزاء موسى. بعزة فرعون، لن أدع هذا اليوم يأتي، سأجعل جنودي يهلكون العبيد قبل هذا اليوم. ومن هو موسى حتى يقف أمامنا ويقوي العبيد علينا؟ إنه عبد فقير، ليس له قوة ولا حيلة. لن يهدأ لي بال حتى أنتقم من موسى. كان يجب قتل موسى منذ ولادته. دع الانتقام لي. إن موسى مشهور عند قومه بالطهر والنقاء، ولكنه كذلك فعلا. هذا ما تتصوره أنت وقومك، وهذا ما سأبينه له ولقومه. دعها تركض، انصرفوا الآن.
شوقي إليك. وأنا أيضا أشتاق إليك أكثر منك، ولكن فلنؤجل الاشتياق إلى يوم آخر. أما اليوم فأنا أريدك فيما هو أكبر. أيوجد أكبر من عشقي لك؟ نعم، عشق فرعون. فرعون؟ نعم، كنا نتحدث عنك البارحة. وفيما كنتما تتحدثان؟ قلنا ليس لهذا الأمر إلا أنت. وما هو الأمر؟